بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ البینہ کی آخری چار آیات سیکھیں گے. تو چلتے ہیں سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار انہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ملا کے پڑھتے ہیں. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.